الإجراءات اللي تم اتباعها منذ بدأنا في تلقي البلاغ الأول يوم 2/16 كان الحقيقة يوم 17/9 من خلال تشكيل لجنة من إدارة الطب الوقائي والترصد البيئي بوزارة الصحة برئاسة نائب الوزير اللي انتقل فورا هو وفريق العمل مع الإدارة المركزية للشؤون العلاجية والإدارة المركزية للرعاية العاجلة والحرجة، وتم التواصل مع معالي وزير الإسكان اللي تم تشكيل فريق عمل ضخم من وزارة الإسكان والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وأيضا التواصل فورا مع معالي المحافظ اللي من خلال أجهزة التنفيذية للمحافظة بكل قطاعاتها بدأت تتعاون. خلية العمل دي يمكن حضراتكم درستوا وشفتوا لما الست محافظ بيجتمع معاهم تقريبا على مدار اليوم عشان تدير كافة الأمور الخاصة بالوقوف على أسباب نزلات المعوية أيا كانت حتى لو عددها بسيط. وبالتالي عملت هذه اللجان بشكل متكامل. أنا عايز أقول لكم أن ما يتردد على التواصل الاجتماعي وعلى الجهات المغرضة من إشاعات ومن بيانات لا أساس لها من الصحة، احنا بنتكلم على نسب إشغال النهاردة في المستشفى 37% ودي من أسرة الأقسام الداخلية، وحوالي 60-65% من أسرة الرعاية المركزة، وده النسب المتعودين عليها في نفس الوقت ده من كل سنة، يعني لا هناك جديد في هذا الطب. فمن يطلق أنه هناك زحمة في المستشفيات ولا يوجد أماكن، كل ده طبعا كلام يعني مغرضين ولا أساس له من الصحة. وحضراتكم موجودين معنا في مستشفى، وأنا قصدت أن احنا نعمل هذا المؤتمر في المستشفى عشان تقدروا تطلعوا في أدوار كاملة لا يوجد فيها مرضى بالكامل. ابتدت اللجنة الحقيقة تشتغل بشكل كبير، سواء من خلال تشكيل لجان لتقصي داخل المنازل والأماكن اللي احنا رصدنا فيها الحالات دي، اللي هي كانت تحديدا في مكانين في أبو الريش إبلي والرقبة بدراو، يعني عارفين مكانين تحديدا هم دول القريتين أو الأماكنين اللي فيهم الحالات اللي احنا شفنا فيهم تردد على المستشفيات. ما دون ذلك ما كانش فيه أي ترددات على مستوى المستشفيات بالكامل، لان احنا عندنا تاني ترصد في كل لحظه في كل المستشفيات. اشتغلنا من خلال فريق العمل الحقيقه بكذا محور، احنا كوزاره الصحه اشتغلنا فيما يعنينا، ومعالي وزير الاسكان اشتغل في مع اللجان الخاصه به في كل محطات المياه وهيكلم حضراتكم عنه، واشتغل سياده المحافظ في التنسيق ما بين كل القوى في نفس التوقيت. عملنا 6 قوافل علاجية لمنطقة أبو الريش و6 قوافل علاجية لمنطقة دراو، ومزودة بكل الفرق الطبية والأدوية اللازمة ومستحضرات معالجة الجفاف، بحيث ان احنا نبقى موجودين جنب البيوت التي ظهر فيها هذا اللغز كما أطلق عليه لغز. وأقف عند الحتة دي الحقيقة، لأن لا كل مرض في الدنيا له سبب وله عرض. معنى كلمة العرض يعني يمكن أن يكون الإسهال والقيء وارتفاع درجة الحرارة هو عرض لمرض وليس مرض في حد ذاته. وبالتالي أي مرض في الدنيا يحتاج لفحوصات، يحتاج لأشعاعات، يحتاج لمتخصصين عشان نقدر نقول نوع المرض ده إيه. وبالتالي حتى الالتهابات الخاصة بالمعوية هي لها أسباب فيروسية زي الروتا فيروس، ولها أسباب بكتيرية زي انواع كثيره من الميكروبات البكتيريه نتكلم عليها والطفيليات. ما نقدرش نطلع كوزاره صحه بنتكلم بشكل علمي ودقيق من غير ما يكون عندنا الادله والبراهين العلميه التي تثبت اللغز اللي ما يطلق عليه. لا يوجد لغز ولا يوجد في الطب لغز، ولكن يوجد منهج علمي للتعرف على الاسباب والمرض واسبابه والاسباب التي ادت اليه. وبالتالي ده اللي احنا اشتغلنا عليه في المحاور الخاصه بوزاره الصحه، عن طريق ان احنا ننزل في الاماكن اللي فيها المنازل دي، نعمل زيارات ل 315 منزل، نعمل مناظره ل 2179 فرد من عشان نعرف ونسمع منهم ايه اللي حصل، ده كان اسبابه ايه، هل هم اكلوا في مطاعم معينه، هل تعرضوا الى مشروبات معينه، هل في شيء مشترك في البيوت دي وهنا ومن هنا، مع حصر المخالطين للحالات اللي تمت الحالات المرضيه. وبنسميها تشكيل لفريق عمل لتقصي والمرور لمحطات المياه. جمعنا البيانات وعملنا تقصي للحقائق ورحنا للمخالطين، اجتمعنا مع كل مقدمي الخدمات الصحيه في المستشفيات المعنيه ببروتوكولات العمل،
كملنا كل الأدوية وكل الكواشف الضرورية لهذا الأمر حتى نستطيع أن احنا نكون جاهزين. الأعداد كانت موجودة دلوقتي أو زادت، كل ده تم من خلال وزارة الصحة. وكان أهدافنا الحقيقة اللي احنا بنشتغل فيها كمجموعة عمل هو تقييم الوضع الوبائي للحدث، واحنا يعني الكلام ده كله بيتعمل على مستوى العالم وعندنا من الجهات المدربة في قطاع الطب الوقائي لهذا الإجراء، من وزارة الحالات المرضية للوقوف على الشكل المرضي للحالة والأعراض، أيضا معرفة التشخيص الحقيقي للحالات. وزي ما أنا قلت التشخيص مع أنه إسهال وقيء وغثيان وارتفاع في درجة الحرارة، ولكن كثير من الأمراض وكثير من الميكروبات يشتركوا في نفس العرض، لكن نريد أن نعرف ما هو السبب الرئيسي. مصدر العدوى وهو مهم جدا، هل هو داخل المنازل، هل هو خارج المنازل، هل هو في نطاق العمل أو النطاق الإقليمي للمنطقتين دول، والتأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية والسيطرة والتحكم. وأيضا ده كان